انا جاي اقول لك اني هرجع له. ارجع لطارق؟ اه. ايه اللي خلاك تغير رايك فجاه كده؟ تحفظ السر؟ احفظه. انا من الاول كنت هرجع له، مفيش لحظه عدت عليا بعد ما طلقني غير ونيتي ان انا ارجع له. امال ايه موضوع يوسف ده؟ وليه لما قال لك ان هو عايز يرجع لك وموافق على كل شروطك برضه رفضت؟ كان لازم يوسف، وكان لازم ارفض، علشان لما ارجع له ارجع ملكه، ارجع بقيمتي، ارجع وهو موافق على كل شروطي وينفذها وهو مبسوط وراضي، ولو ما نفذهاش اعاقبه بيا، ويعرف كمان انه لازم يحافظ عليا، لانه لو ما حافظش عليا الاحسن مني مستني اشاره مني. طول عمرك دماغك سامه ده. اي خدمة. طب انت شايف ان اللي بتعمليه ده صح؟ انت شايف ان اللي انت بتعمليه ده يعمر بيت اصلا؟ مع طارق؟ طبعا صح. طارق تاجر، بيشتري ويبيع ويتمن، وانا كان لازم افهمه ان انا غالية، وغالية قوي كمان. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.